لما كنت بتكلم عن كره القدم النسائيه المصريه كنت بشيد بمجهود الدكتوره دينا رفاعي عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصريه والمشرفه على ملف الكره النسائيه، لانها عامله شغل الحقيقه كتير ما شفناهوش في كره القدم النسائيه المصريه قبل كده ابدا. النهارده هنتكلم بقى معاها ونعرف منها كواليس، ويعني هي بصراحه عامله انجاز كده كده احنا محققين انجاز ما حصلش قبل كده، ولسه هنكمل بتاهلنا ان شاء الله لكاس العالم. دكتور دينا اهلا بيكي في 7 دي سبورت. اهلا وسهلا بيك، ازيك، اخبارك ايه يا عبد الرحمن؟ في البدايه انا حابه اشكرك بصراحه على اهتمام كره القدم النسائيه وفريق عملك المحترم، لان اهتمامك ده مش وليد اللحظه، مش النهارده بس اللي اهتمامك بالكره النسائيه، ده اهتمام من فتره كبيره وانا متابعه ده، واحنا كنا محتاجين فعلا ان في برامج رياضيه تهتم بالكره النسائيه، لان احنا عاملين شغل كويس جدا في فترات قصيره، وكان دايما بندور على ان البنات محتاجين الدعم ده، الاهتمام الاعلامي والدعم الاعلامي علشان يقدروا يكملوا. طيب انا عايزك تحكي لي ازاي في اقل من سنتين كونتي كل المنتخبات دي، ده انجاز مش عادي ان انت تكوني عدد المنتخبات ده في اقل من سنتين، ده حصل ازاي بقى؟ يعني احكي لنا كده الحدوته دي، مراحل تطور كره القدم النسائيه للمنتخبات دي كلها. خليني اقول لك حاجه مهمه جدا بصراحه، ان انا من اول يوم دخلت المجلس لاداره الاتحاد المصري لكره القدم وانا كان عندي اهداف مهمه جدا ومحطها في بالي ان انا عايزه اعمل حاجه، وكنت من قبل ما اتولى المسؤوليه بصراحه كان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في احد المؤتمرات لي كان بيسال فين منتخب مصر الكره النسائيه. فبصراحه من ساعتها وانا كنت بهدي، النهارده لو بنتكلم النهارده بهدي الفوز ده والنجاح اللي احنا محققينه والتقدم والتطور اللي بيحصل في كره القدم النسائيه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان كلامه بيدينا دافع لمواصله العمل وان احنا ننجح وان احنا فعلا نرفع اسم مصر. دي حاجه من الحاجات الثانيه، ان احنا بدات باستراتيجيه عمل حطها قدامي دايما، ان انا لازم اشتغل على المنتخبات باعمار فنيه مختلفه. ربنا وفقنا ومعانا جهاز فني محترم، معانا كابتن محمد كمال مدير فني منتخب مصر الاول والناشئات، بصراحه عامل مجهود جبار، وده مش كلام، لا ده من خلال النتائج اللي حققها مع المنتخبات. معانا جهاز معاون فيه فني على اعلى مستوى، معانا مواد بدني، في معانا دلوقتي في محلل اداء وده ما كانش موجود قبل كده، معانا جهاز طبي سيدات كله على اعلى مستوى. فبتهيالي لما تشتغل على كل الجوانب دي في المنتخبات ومنظومه تكون عندك هدف فيها هو النجاح، وان انت توصل ابعد هدف اللي هو الوصول لكاس العالم. وغير بناتنا بقى اللي هم بصراحه بالنسبه لي هم بناتي، عندهم طموح، عندهم حلم، بيحبوا بلدهم جدا، عايزين يعملوا. اكتشفنا ان في محترفات كمين كتير كمان في كذا فئه عمريه دكتور. جدا جدا، ثقافه مختلفه، منتاليتي مختلفه. فانت دلوقتي بتتكلم ان كلنا اهدافنا واحده، فبالتالي سهوله ان احنا لما تتفق كل النواحي اللي بتشتغل عليها، يبقى في كتيبه عمل بتشتغل، في اهداف واحده مشتركه، بتحاول ان انت تجتهد وبتبذل كل مجهودك عشان تحقق المجهود اللي انت الحلم بتاعك. فبصراحه ما اقدرش انكر ان انا تعبت، ومجلس الاداره في الاتحاد طبعا بيدعم ده كله، بيدعم الكره النسائيه معايا، وعملت مجهود كبير خلال اقل من سنتين، والنهارده بنتكلم عندنا محترفات بره مصر سواء كان منتخب اول او منتخب تحت 20 سنه، عندنا محترفات على اعلى مستوى، عندنا لاعبات بتقدم كوره محترمه ومختلفه. من زمان ما شفناش كره القدم النسائيه في مصر بالشكل ده، اداء ونتيجه. يمكن لو هنتكلم على منتخب تحت 20 سنه، انت في التصفيات بتاعتك لكاس العالم ان شاء الله في كولومبيا 24، لو هنتكلم على كل مرحله فيها، كل مرحله اصعب من اللي قبلها، اكيد المرحله كل مرحله اصعب من اللي بعدها، كل مرحله بتخطاها بنلاقي صعوبه اكتر، ولكن بفضل ربنا وتوفيقه يعني والجهاز الفني والكابتن محمد كمال، الناس كلها حلمها واحد وبتشتغل على ان ما فيش حاجه اسمها مستحيل، مصر تستاهل وبلدنا يستاهلوا ان احنا نتعب ونجتهد. انت في الفتره اللي فاتت دي عملت ارقام قياسيه، 25 هدف في جولتين وما دخلش فيك غير جول واحد بس بره ارضك، وفي لما كنا في الكونغو. فهي المرحله الجايه سهله؟ لا خالص مش سهله. المرحله طيب. الجايه الكاميرون صعبه جدا، ولكن زي ما قلنا احنا قدها، وزي ما قلت انت كمان احنا كفايه ان احنا وصلنا للمرحله دي من التطور، بيخلينا ان املنا نكمل وشغالين على نفسنا وعلى بناتنا، مش هنهبل دي يعني، املنا مش هيقل. انتوا ما شاء الله عليكم بصراحه، انا شايف طفره، ويمكن ساعدك كمان قرار الفيفا ان لازم يبقى الفرق عندها فرق شابات وفرق كره نسائيه وبتاع والكلام ده كله، لكن انت ما شاء الله انا يعني شايف الحق الاعلامي ليكم مهضور جدا، ان انتوا عاملين شغل كبير جدا. انتوا هتلعبوا المنتخب الاول بقى السنغال في تصفيات كاس افريقيا،
والاسبوع ده الماتش ده الاسبوع اللي جاي تقريبا كمان. استعداداتكم بقى للماتش ده ايه؟ تجهيزات المنتخب الاول للماتش ده والمحترفات جايين وهيلعبوا ولا لا؟ طبعا هقول لحضرتك حاجه، يمكن حاجه برضو بقولها، ان المنتخبات النسائيه عليها لو جهاز فني وجهاز مدير فني وجهاز الفني المعاون ليه وجهاز الاداري والطبي، بصراحه شايلين مسؤوليه كبيره جدا، لان هم شغالين على منتخبين. منتخبين يعني انت بتطلع من معسكر لمعسكر، من تطلع من تصفيات مثلا كاس عالم تحت 20 سنه لتصفيات امم افريقيا للمنتخب الاول. فبصراحه بيشتغلوا بقلب وقد ايه حابين اللي بيعملوه. يمكن معسكر ان شاء الله المنتخب الاول الكره المسائيه هيبدا بكره ان شاء الله باذن الله، المعسكر المغلق استعدادا لمباراه السنغال. الذهاب ان شاء الله المباراه يوم 30 نوفمبر في السنغال، العوده يوم 5 ديسمبر عندنا في مصر في استاد السلام. طبعا كل المحترفين ان شاء الله باذن الله يكونوا موجودين اللي اختارهم المدير الفني. مباراه مش سهله خالص خصوصا بالفيدباك عن السنغال، ولكن دايما بندور على ان احنا ازاي ننجح، ودايما بندور ان احنا ما نخافش من الخصم اللي قدامنا. احنا بنشتغل بكل ما اوتينا من قوه ان احنا نعمل حاجه كويسه وان شاء الله خير باذن الله. لا باين مجهودكم الحقيقه، المجهود اللي عاملاه دكتور دينا باين جدا جدا، وبنشكرها طبعا على المداخله الراقيه الجميله دي ومعلومات كتير قالتها عن كره القدم النسائيه. والحقيقه ان الكره النسائيه هتاخد بطولات اكتر في السنين اللي جايه، لان في مجهود باين، في ناس ماشيه بشكل كويس قوي. دكتور دينا عامله مجهود كبير قوي مع كل المنتخبات، حتى دوريات الكره النسائيه كلها دلوقتي بقت فيها اسماء انديه كبيره ما كانتش موجوده قبل كده. ساعد في ده طبعا قرار الفيفا ان لازم يبقى النادي عنده كره نسائيه عشان يشارك بعد كده في البطولات القاريه. لكن في مجهود، في شغل، في ناس واصله لمراحل كويسه قوي لاول مره، كل الكلام ده لاول مره يعني. فيعني برافو عليهم كلهم. شكرا دكتور دينا الرفاعي، إضافة كبيرة جدا لكرة القدم النسائية. كل التوفيق ليهم إن شاء الله، وإن شاء الله نشوف الشابات في كأس العالم والمنتخب الأول في بطولة أفريقيا.